السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فيديو جديد على القناة، واللي كنتمنى أنه يلقاكم ألف خير في أحسن وأطيب الأحوال. الجولة اليوم كيف ما كتشاهدوا معايا غتكون من مرجان ديال مدينة المحمدية، بقيت عندهم تخفيضات مهمة بزاف بزاف في عدد كبير من المنتجات، وأولهم الأواني اللي دايرين فيهم تقريبا كلهم بروموسيون في هاد الوقيتة هادي. كاينين الصحون وثمنهم كيبدا من 3 دراهم، وجاب موديلات كثيرين الكاغي والمدورين والطوال، وفيهم السامبل وحتى اللي مزوقين وبلوينات ولي موتيف غزالين بزاف. يمكن لكم تقدموا فيهم اللي حبيتوا اكيد على حسب الذوق ديالكم. بالطبع جابوا فيهم تشكيله كبيره ومتنوعه، لا هما ولا القرعات ديال الزاج اللي كنحتاجوا بكثره في المطبخ، خصوصا التوابل والقطاني والمعجنات الى غير ذلك. تشكيلات ديالهم زوينين بزاف، وحتى الزاج ديالهم تقالوا الجوده ديالهم ممتازه. فيهم القرعات السامبل، وكاينين القرعات اللي الغطاء ديالهم مصنوع من البومبو. جابوا فيهم احجام مختلفه الصغار والمويه والكبار، ويمكن لكم تحتفظوا فيهم حتى بالمكسرات والحبوب والفواكه الجافه. ونزلت لكم في هذه الجوله العروض اللي دايرين في المنظمات التركيه. عندهم موديلات كثيرين، كاينين اللي كيجيو داخل بلاكارات ديال المطبخ وكيساعدوا بزاف في تنظيم الاواني، مثلا الصحون والكيسان والطناجرات والقراعي ديال الزاج، وبهم كنخلقوا مساحات اضافيه للتنظيم. وكاينين المنظمات والرفوف اللي يمكن لكم تنزلوهم غير في شي جهه في المطبخ وكيجي فيهم اكثر شي الخضر والفواكه وحتى القرعات ديال الزاج، وتقدروا ديروهم حتى في الحمام وغرف نوم الاطفال، تنظيم اللعب والادوات المدرسيه والكتبه. وبارطاجيت معكم حتى التخفيضات والميزات اللي دايرين في العلب ديال البلاستيك والزليفات والليمون ديال الفرن. المهم درت معكم جوله ونزلت لكم كل البروموسيون اللي عندهم باش تاخذوا فكره عليهم وعلى الاثمنه ديالهم. وكاينين حتى الزرابي وليزور اللي جابوا فيهم الوينات كيحمقوا، وكلهم فيهم تخفيضات جد مهمه، بالاضافه طبعا لعده منتجات غنخليكم تكتشفوهم في هذا الفيديو، واللي كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتقضيوا اوقات ممتعه بمشاهدته. ما تبخلوش عليا من اللايك ديالكم وتعليقكم والبارطاج مع الاقارب والاصدقاء باش تعمل فائده على الجميع. واذا كنتو كتشاهدوا شانيل ابتسام لاول مره، فكنتمنى انكم تشتركوا فيها وتفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا دائما بكل ما هو جديد. نخليكم على امل لقاء بكم عما قريب باذن الله تعالى ومشيئته. السلام عليكم.
you.